بيحكوا بطريقة، وأهل الكرة بيحكوا بطريقة، وأهل البداول جزء بيحكوا بطريقة، وإيش كمان؟ أنا على الأقل عندي قناعة أن أحياناً أهل قريتنا بيحكوا بطريقة، وأهل قرية جنة بيحكوا بطريقة ثانية. أوكي، كلمات يعني أحياناً. خذ لك الأحرف مثلاً القاف والكاف والشاف وما إليها. أحياناً تلاقي حدا بحكي لك إكستريمز. أنا مثلاً جديد عرفت إنه في حدا بحكي لك ولتش مثلاً أو إيش زي هيك، أو مثلاً مشهورة. نعم مشهورة. مثلاً مسألة إنه ما حسب عميل تتعامل، إذا بتعرف ناس كفاية كل الأمور بالصف معقولة، ولكن إذا بتعرفش ناس كفاية إذا تطلع على الشخص وشكله هذا من البلد الفلانية. My point إنه يعني لما نحكي عن عربي لازم نحكي عن أي عربي نحكي. Of course I'm not saying يعني بالمرة إنه هذا غير موجود في اللغات الأخرى. كمان في الإنجليزي إذا أنا عارف إذا بتطلع على البريتش إنجليش وال شوي لازم تحط الدكشنري عنه مظبوط. إذا حطيت الدكشنري غلط بصير عندك أخطاء من حيث لا تعلم. كمان إذا رحت اقتصرت على الإنجليزي الأمريكاني ورحت على أمريكا وشفت إنه أهل الجنوب بيحكوا بطريقة، إذا أنت عايش في الشمال ممكن ما تزبط معك إنك تفهم أهل الجنوب and so on and so forth. إحنا عندنا طبعاً ناس بيحكوا عادة عن كلاسز من اللانجوجز، تحكي عن مثلاً إحنا نعرف اللهجة المصرية مش هيك؟ distinct اللهجة المصرية. بعرف شو رأيكم في اللهجة اللبنانية؟ بتشابه على اللهجة الفلسطينية؟ مش عارف، أنا مظبوط بتحير أحياناً لما تروح تحكي مع حدا جزائري أو مغربي أو إشي زي هيك في بداية العملية هاي تشعر وكأنك بتحكي يعني لغة مختلفة، بس بعد شوي بعد شهر شهرين بتصير تشعر لا والله الكلمات اللي بيحكوها في لها أساس في اللغة العربية. وبالتالي يعني يمكن أكيد أنتم لما جيت سنة أولى على الجامعة كمان لا واجهتكم هاي المشكلة، بيصير أصحاب من أماكن مختلفة هذول بيحكوا عن الشغلة الفلانية كذا وهذول بيحكوا عن الشغلة الفلانية كذا. So this is very كمان شباب في عنا مشكلة العربي سكريبت الخط العربي كمان هنالك شيء من الإشكاليات فيه. يعني طبعا أنا لما أحكي إشكاليات بحكي كمبيوتر وايز، إحنا بنعرف من جهة الخط العربي هو يعني ناس ممكن يفتخروا فيه على أساس إنه مظهر فني وإلى آخره، بس إذا بتلاحظوا كثير الخط العربي بيستخدم the concept of the ligature. يعني كيف؟ يعني الحرف بعد ما تبدأ تكتب فيه بتغير حسب شو بيجي بعده وشو بيجي قبله. يعني أوكي إذا بتعمل زي معلمك في الصف الأول مش كثير المجال مفتوح، بس إذا بتحكي إذا أخذت كورس الخط في الجامعة وشفت كيف بكتب لك المجال ولا الممتاز ولا إشي زي هيك بتشوف إنه الأمور بتتعقد أكثر بكثير مما تبدو على السطح. أوكي، إحنا مثلاً واجهتنا مشكلة كبرى على الأقل، بعرفش لحدا منكم بيواجهها أي مشكلة، فيما يسمى بالبي دي أف فايل بروبلم. هلا إذا حدا منكم مثلاً بتعامل مع الجرائد أحياناً مش كل الجرائد تعمل منها cut and paste، لاحظتوا؟ أحيانًا لما تعمل cut and paste، طبعًا في عندكم مشكلة عامة، أحيانًا لما تعمل cut and paste بالعربي ممكن يظهر عندك النص مقلوب، بس هاي مش مشكلة كبيرة، هاي العلاقة أحيانًا بالدايركشن هلا نحكي شوي، بس أحيانًا بيطلع عندك النص مش مفهوم بالمرة، الكودينج له to start with غريب، بصير عندك تطلع مربعات و هلا هاي المشكلة أحيانًا إحنا فكرناها في مراحل سهلة كثير، طلعت كثير أعقد مما يبدو على السطح. ليش؟ لأنه هناك في كودينج في PDF فورمات، في كودينج للليجتشرز نفسهم، يعني ليس كود فقط للألف وللام وللميم وللها وإشي زي هيك، ولكن هناك كود للألف واللام مع بعض وكود للام ميم ميم اللي تحت بعض and so on and so forth. وهي الانفورميشن قد لا تكون ستريت فورد وعمل الاكستراكشن. ثانيا شباب احنا عندنا مشكلة كثيرة أحيانا إنه مش مشكلة طبعاً حقيقية، بس إنه أحياناً بتفتش على النص عربي إنه هنالك اللغات المكتوبة بالعربيك سكريبت are more than one شيء، على الأقل هون مكتوب إنه البيرشن اللغة الفارسية والكردية والأردو وهلما جرى. تاريخياً كمان كانت لفترة طويلة اللغة التركية مكتوبة بالخط العربي. أنا عدد سكان هذا جزء أكثر من العرب.
واذا حطيت لها الدول اللي يعني حديثا انتقلت من العربي الى اشياء ثانيه بس كثير يعني، بمعنى انه اذا حكيت عن التراث الموجود بهذه اللغه، اللغه العربيه بالالفابيت العربي، بتشوف انه كثير. فاحيانا كثير انت بحاجه تطلع على هل النص عربي ولا مش عربي، رغم انه مكتوب باحرف عربيه. ومثلا احنا لما نشتغل في هذا النوع من المجال، انا بقدر احكي لكم من هلا يمكن برد بشير لها، يعني بنحاول نعمل ديتكشن للنص انه ما هي لغه النص، هل لغه النص عربيه ولا مش عربيه. واذا بتكون بيسكلي الطريقه هي كالتالي، بتحاول تعمل سبيل تشيك للنص بمصحح عربي، اذا طلع عدد الاخطاء اللي فيه هائل فموست لايكلي انه هذا النص مش عربي، اذا طلع عدد الاخطاء اللي فيه معقول ضمن المتعارف عليه فتحكي انه هذا الامر يعني اوكي. طبعا احنا تعرف كمان هذا شباب مثلا هاي الشغلات بتعقد الموضوع، اذا بدكم تاء ثاء نون باء همزه تحت همزه ممدوده بتطلع عليهم، هاي وين بتعملنا مشاكل. هاي بتعملنا مشاكل طبعا في اشياء اخرى في اللغات الثانيه، بس هاي بتعملنا مشاكل مثلا اذا رحت على الكاركتر او اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن او سي ار، لما يكون فرق بين الحرف والحرف الاخر هو فقط في النقاط الموجوده عليه دوتس اوكي، فهي بتعملنا مشكله. طبعا اذا رحت على الهاند رايتنج لسه المشكله اعوص بتصير، لانه الناس في الخط المكتوب الايد كمان بيلتزموش بالنقطتين، يحطوا نقطتين او في القاف في الاخر بيجي بيعمل لك تعرف كيف، فاحيانا تعطي تعقيد. عشان هيك هاي بتخلي الامور فيها شيء اضافي من التعقيد اوكي، عشان هيك تخلق لنا او سي ار امبيجويتي. هاي طبعا مشكله اضافيه، هاي مشكله بعرفش اذا سوري بعرفش اذا توافقوني عليها، الناس تقيدوش بكيف لازم يكتبوا الهمزه. كلمه احمد همزه ولا بدون همزه؟ زي ما بدك يعني، احنا لما طلعنا على الاسماء هاي شفنا انه نص الناس بكتبوها بهمزه ونص الناس بكتبوها بدون همزه. الاسلام مثلا او الاختبار همزه ولا بدون همزه؟ متاكد؟ الاسلام بطلع عليه بس بهمزه مش بهمزه شكلها، بس يعني بس كون واحد اثنين منكم حكوا بهمزه معناتها انه في مشكله، في مشكله عندنا. تال مربوطه شو رايكم؟ بعرف ليش مش محطوطه هون تال مربوطه، تال مربوطه كلكم تكتبوا تال مربوطه، تال مربوطه ولا ها؟ انا لسه لحد هلا ولا بعرف الدكتوراه هي كلمه اخرها ايش، تال مربوطه ولا همزه؟ سوري ولا ها؟ هي تال بس تأكدين؟ واحد بيحكي دكتوراتهم مثلا لأنها نال درجة الدكتوراه كثير بس اوكي مش مثال منيح، بس كمان صديقة مثلا صديقة لما تكتبها انت بتكتب بالها ولا بال I'm not saying no، دير بالكم انا مش عمال بحكي بالمرة انه فيش كتابة صحيحة، لا في كتابة صحيحة ولغويا في شيء صح وفي شيء غلط، ولكن اللي بحكيه انه الناس عاده ما بيروحوا لهي الامور يعني، وبكتب بغض النظر عن ما هي الكتابه الصحيحه. اوف كورس هذا الحكي احنا بدناش نحكي عنه كثير، لانه عندك مشكله انه الاحرف تتغير بتغير مكانها في الكلمه، زائد انه احنا نو كابيتلايزيشن، فيش عندنا كابيتلايزيشن. طبعا هل الكابيتلايزيشن بتفيد ولا بتفيدش؟ عدم وجود الكابيتلايزيشن بتخلق امبيجيوتي ولا لا؟ انا حكيت لكم المره اللي فاتت كلمه جميل وجميل، اذا كان جميل كاسم علم او جميل كاسم كصفه بيفرق. في الانجليزي اذا حدا اسمه جميل it has to be capitalized في الاول، ولكن اوكي يعني بيسكلي هذا. طبعا لحدا بيعرف عربي ما فيش عندنا مشكله، زي كريتكس كمان كيف بتغير السياق كله، بتغير الموضوع كله بالمره اوكي. السكون عندك شوي غريب، السكون بتكتبوا سكون ولا بتكتبوا السكون انتم؟ ولا هل السكون هو غياب الحركه ولا كيف؟ تاكدين ان السكون غياب الحركه، بس الجو اللي فيه كل الحركات مش موجوده.
هل كل الحركات ساكنه، هل كل الاحرف ساكنه بتصفي؟ يعني احيانا احنا لما نعمل شيء وما نفكرش فيه طبيعي بيطلع، بس لما تبدا تحكي انا بدي اعمل هذا الحكي كمبيوترايزيشن اوتوميشن، تبدا الشيء اللي انت متفق عليه مع كل الناس اللي حواليك بيبدا يظهر يعني وكانه مشكله. طبعا انا كمان شوي بنرجع نحكي عن هاي المواضيع، بس شوف لك مجموع الحركات اللي كم حركه ممكن يجي على الحرف شباب؟ ما هو عدد الحركات الممكنه للحرف الواحد؟ احنا نعرف فتحه وضمه وكسره وشده، وشده مع فتحه وشده مع ضمه وشده مع كسره، والتنوين فتح وتنوين عددهم كبير يعني، فبالتالي يعني عددهم كبير. واذا على كل حرف ممكن طبعا احنا نونسنس، مش على كل حرف بيجوا هذول، نعرف ان احنا بيجوش على كل حرف، بس اذا شفت الكومبينيشن الممكن للفظ الكلمه الواحده كمان مره خلينا نرجع، بتشوف انه عددها كبير. اوكي هون يمكن كمان بدنا نحكي انه الامور هاي فكره الليجاتشرز، يعني انت مش عمالك تقول له ايه، اذا بتكتبها هيك حدا بفكرك انك تعرفش عن ايش بتحكي، لازم تكتبها بطريقه مختلفه. طبعا انتم عايشين في عصر منيح، انا تقديري انا مثلا عشت في العصر اللي كان هاي الاشياء كلها بدك تطلع عليها بعنايه وتعيد صياغتها. وكان الناس يفكروا تفكير شديد انه لما تعمل، هلا بنشوف الكودينج، هل كل اشكال الحرف الواحد لها نفس الكود ولا لها كودز مختلفه؟ ابصر فكروا فيها، يعني من وجهه نظر الكمبيوتر منيح انه يكون اللام في نص الكلمه غير عن اللام في نعم حسب موقع الحرف. لا انا فاهم انه شكل اوكي. على كل هلا برجع على القضيه هاي لانه I'm not getting basically. هون بحكي لك كمان انه بعض الناس بيعقدوا الامور اكثر، بقول لك عشان فور بيوتيفيكيشن، عشان يكون النص اجمل بصير يجيب لك المد هاي عشان تعرف كيف يطول. فاذا حطيت المد بالنسبه للكمبيوتر انا عارف انه السبيس عباره عن كود، فاذا حطيت مد كمان المد هو عباره عن كود. تصور حدا قال لك دور لي على اسم حسن، وانت لانك مهووس بالجمال قررت انه حسن ما بتنكتب حا سين نون، وانما بتنكتب حا ثلاث مدات، سين مدتين ونون مده واحده، فمش راح تلاقيها بروبلي اذا بتشتغلش بطريقه مرتبه. اذا بدكم تعقيد الامور اكثر شوي او تبسيط الامور اكثر شوي، النص العربي يسير بالاتجاه من اليمين الى الشمال، ولكن للاسف ولحسن الحظ او ايش بدك الارقام بتصير بالاتجاه المعاكس. اوكي طبعا بتخلق لك مشاكل كثيره الارقام بالاتجاه المعاكس. انا دائما بتخلق لي مشكله انه قديش تخلي وسع للارقام. اوكي لانه هاي الرقم هذا احنا ما كنا ماشيين بهذا الاتجاه، بعدين فجاه قررنا نمشي بالاتجاه المعاكس، وين ابدا اكتب الرقم؟ نو مش مشكله بالنسبه لكم، شكلها مش مشكله بالنسبه لكم، خليها مش مشكله. بس انا دائما عندي مشكله اذا بدي اكتب رقم قديش اخلي له، يعني وصلت لهي المنطقه قديش ابعد عشان ابدا كتابه الرقم، اذا كان في الملايين غير اذا كان في الالاف، اذا كان مش زي كيف يعني مثلا انا بكتب شيء عدد سكان العالم، وين ابدا اكتب؟ هون ولا هون؟ انت بتكمل مباشره، هو اللي بيعمل شيء. مين هو؟ مش انت بتصير تبعد وتروح؟ لا انا ما بحكيش عن جهاز، ليش بدي احكي عن جهاز؟ انت لما تكتبي شو بتعملي؟ قصدي شو بتعملي؟ بالجهاز وين بدك تكتب عدد سكان العالم؟ انا ممكن تكتب عدد وقت مش راح اكتب انجليزي ككتابه. 7,543,291,13 اوكي؟ هذول كلهم هي عدد سكان العالم. لو كنت كتبتيها في القرن العاشر قبل الميلاد كان بديتي في هذه المنطقة، ولو كنت كتبتيها قبل قرنين كانوا عدد سكان العالم اثنين بس، كان كتبتيهم بس بعدتي مسافة واحدة. المشكلة ممكن تكون واضحة انه اتجاهين مختلفات طب الانجليزي بتفرق هاي معي؟ ايش رايكم بالانجليزي؟ بتبدا بالرقم الكبير وبتمد
قديش من زمان مظبوط. فعلى كل يعني حكيت مظبوط. انت هلا في حدا بيساعدنا؟ انا فكرت لما مظبوط. انا ما فيش عندي مشكله مظبوط. انا ما عندي مشكله في الكتابه هاي انه اكشوالي اذا بدكم احنا كونسيستنت مع بعض. احنا لما تعلمونا كيف تقرا الارقام ما كانوش يحكوا لك انه 5734 كان يحكوا لك 34 و200. المهم يعني نسيت الرقم اللي حكيته انا بس هيك كانوا يحكوا لنا تكتبوها. وهذا منطقي لانه اذا كتبت 35 و و و تبدا في نفس الاتجاه اللي انت ماشي فيه ما بتروح بعيد عشان تبدا ترجع لجوا. اوكي سو كود مين something. وطبعا اذا بدك كمان اذا بدك سوري انا بغلط اتنقل بين الكمبيوتر وبين بني ادمين بس اذا بدك تمشي كمان على الكمبيوتر احنا ما حدش قايلنا 100% شو هي الارقام اللي بنستخدمها. على الاقل انا بعرف في مناطق مختلفه الوطن العربي بيستخدموا مجموعتين مختلفتين من الارقام. اذا انت ما انتبهتش انه هذا هو نفسه هذا بجوز تظهر عندك مشكله حقيقيه في هذا الاتجاه. اوكي كمان الفونولوجي شباب يعني قضية حقيقية مش كبيرة. الفونولوجي هي العلاقة بطريقة اللفظ بعلم الأصوات. نعم. فهلا مشكلتنا الكبيرة طبعا إنه diacritics are optional in most written text. أوكي هلا لو سألت أنا سؤال شباب في رأيكم الفول طبعا diacritics يقابلها vowels بالإنجليزي مظبوط. إحنا فينا long vowels موجودة بالعربي الالف والواو والياء موجودات as opposed to consonants ولكن الفتحه والضمه والكسره كمان في الانجليزي يقابلهم او في اللاتيني يقابلهم ايش الاحرف العاديه vowels. اوكي هلا سؤال لو الانجليز او الاجانب مثلا لو باللغه الانجليزيه انت زحت الفاولز بتحتفظ بقدرتك على القراءه بالكم؟ لا انا خلينا اتحركش فيكم احكوا بتقدر دون اي مشاكل حقيقيه. جرب اطلع على النص قيم منه كل الاحرف الفاولز. انا كان عندي دائما يكون شيء مكتوب عشان اورجيه للطلاب بس للاسف المره مش محضر كما ينبغي. موجود انه بالانجليزي قيم كل الفاولز او على الاقل تنتبه لهم ايش بتلقى حالك بتقرا بالضبط اللي كان المفروض تقراه ولو كانوا الفاولز موجودين. ما فيش مشكله حقيقيه بس هم مش هيك بيعملوا. هم في بلادهم ما بيعملوا هيك قرروا انه احنا العرب بعرفش ليش بجوز لانه مور افيشنت. انت لما تيجي تجيب مثلا تحكي قصه بالعربي وتحكيها بالانجليزي تكتب قصه بالعربي وتكتب قصه بالانجليزي سوري مش قصه يعني ولكن توصف شيء بالعربي توصف بالانجليزي احتمال انه النص العربي يطلع اكثر من النص الانجليزي بسبب انه مثلا فيش الفاولز. ولكن اوكي متذكرين يعني انه هاي تتغير. انا بالنسبه لي هاي امبيجوس الكلمه الفونولوجي لها امبيجوس ما بقدر اتكهن كيف ستلفظ هذه الكلمه ما لم يكن هنالك لدينا حركات. اوكي طبعا اذا بدك كمان احيانا هاي الاحرف تستخدم ك احنا الياء والواي مثلا الانجليزي في عندهم كم حرف عشان يشبه على الاي زي الاي في عندهم الاي مظبوط الاي والواي والاي. هل الواي كونسوننت ولا فاول؟ الواي شو رايك؟ هلا احنا الالف احيانا تستخدم والواو والياء تستخدم باتجاهين. احيانا اذا ترجمتها بالانجليزي ممكن تترجمها ل واي ممكن تترجمها مثلا ل اي. اوكي طبعا في اللغات الثانيه بجوز كمان في تعقيدات اكثر بعرفش بالانجليزي موجوده الانجليزي موجوده الاي اي مثلا ورا بعضهم بيشكلوا بس انا بعرف مثلا اكثر بالالماني بالالماني الاي والاي ورا بعضهم يشكلوا حرف مميز عن الاحرف الثانيه فرنسي كمان يعني كل ما تلاقي اي اي بالالماني اي اي بالالماني تلفظ يعني لو كان مثلا كلمة سيلينج بدك تحكيها بالالماني واضح انك لازم تحكيها ساي ساي ايميديتلي اي بصير اي ضخمه في حين انه مثلا لو حكيت لو كتبت سي هيك راسا تلفظ كسي اي سي سي فهاي يعتبر الكومبينيشن من الاحرف احيانا تعطيك ك
كورس احنا في عنا المشاكل المتعلقة بالأحرف تتغير، سوري مش الأحرف، الأسماء تتغير والصفات لأنكم تتغير، بتغير الجنس كمان بتحكي عن كبير وكبير، وأحيانا هاي بتكون من وين أصلها هاي، ليش هاي تختلف عصا وعصا الكلمة نفسها، ولكن هاي بيعتمد على معانيهم مختلفة، ولكن كيف بنعرف كيف تكتب هذه من هذه نتيجة كيف تعرف هنا بالضبط، بنروح على الأصل وبنشوف إنه هل هي متحولة عن واو عن يا وإلى آخره، بمعنى إنه بدك تفهم شو اللي صاير معك علشان إذا سمعت هذا بحكي. أوكي هلا شباب، يعني أنا شوي بجوز أنتم ما انتبهتوش للفكرة اللي بحاول أنا أوصلها هون. إحنا بدينا بفكرة إنه العربي بنكتب زي ما بنحكى تقريبا، العربي بنكتب زي ما بنحكى، هذا غير عن إيش؟ غير عن مثلا الإنجليزي، شو رأيكم؟ الإنجليزي كثير بيختلف. مثلا جرب إنه فتش على الإنجليزي الأحرف الإي اللي في الآخر هاي مثلا كيف؟ مش هيك؟ حروف السايلنت النو وأشياء زي هيك. العربي تقريبا ما نحكي فيش فيه، بس احنا بنحكي في الأول بدنا نحكي فيش فيه، بعدين بنكتشف انه وال مش 100% طبيعا زي كل اللغات. زي ايش مثلا؟ كثير هذه وهذه ال الشمسية وال القمرية، ليش متى تظهر ومتى لا تظهر، ايش كمان؟ هاي الكلمات اللي زي هيك، عصا ليش هاي مرة طويلة ومرة قصيرة، and so on and so forth. So بالمجمل إذا حكيت لي إشي أنا بقدر أكتبه، بالمجمل إذا حكيت لي إشي بقدر أكتبه كما أنت حكيته، بس يعني ما تطلب مني أعمل هذا الحكي وتروح أنت توديه لمجلة عشان تنشره أو للجريدة عشان تنشره، راح تلقى عندك مثلا في كل مقال 40-50 خطأ، لأنه كل ما حدا حكى لك الشمس تنم، يعني إذا كتبت الشمس أنت بدون لام تنم عن منتهى الجهل باللغة العربية، مش هيك؟ من مبادئ اللغة العربية إنه، وكمان تجي سوري كمان تجيك شغلات يعني هاي تقريبا باللغة العربية مش معروف عن ايش بحكي بالضبط. Arabic looks like looks like with no vowels. بس على فكرة بعد عندك vowels. شوي ضايل النو مثلا، يعني ها النو بالغ شوي فيها، حط الاو. بس بالعربي ما تنسوش النو، لو كتبت بالعربي النو كمان بتحطها، تيجي تحطها كلمة من حرفين بتزيحش الفاول الثاني، مش هيك؟ بتزيحش الحركة. بس انا ما حدش يحكي لي انه مش عارف عن ايش بحكي هذا السطر. يا كيف يعني؟ تعرف بس بتقراوش صح. بتقراوا ولا ماذا؟ اول ثلاث مرات بتقراوش صح. لانك في الصف الاول لسه. بس المرة هاي صرت في الصف العاشر بتصير تقراوا بدون اي اشكاليات. انا ما شفتش حدا منكم بيشكي، انه اليوم الجريدة مش مشكلة، ولا سمعتوا بعضكم بيشكوا ليش اليوم الجريدة مش مشكلة؟ الجريدة لا تزال بتبيع وهي مش مشكلة، وبالتالي ما حدش يعني مستاء للغاية. بعدين اوكي but human، هذه العبارة اللي انا بدي اشيلها. احنا في عنا الباك جراوند، في عنا الخلفية، في عنا اذا بدكم في عنا السياق، دائما الكمبيوتر فيش عنده السياق، بالتالي اذا اعطيته جملة وحكيت له اقراها، إما بدك تعلمه كيف تري بروديوس الأشياء اللي مش موجودة، أو إنه مش راح يقدر يكون بهذه المهمة. الآن إنكودينج إيشوز، أنا طبعاً يعني أنتوا كبار الخبراء في هذا الموضوع، أنا بقدر أبدأ أحكي في هذا الموضوع، بس أنا بقدر أحكي لكم ناقدش المشاكل اللي بشوفها نتيجة الإنكودينج. أنا دائماً كل ما أعمل إشي بالعربي بيطلع علي بدال الأحرف علامات استفهام. ما ليش احيانا تروح تغير الكود والكودينج وما اليها، ولكن في عندنا مشكله. الناس بيفكروا ان الكودينج
أبصر بعضكم اللي بيشتغل على العربي، إذا اشتغل حدا مع العربي بجوز تظهر عندكم مشكلة في المستقبل، هي مشكلة الكوريسبوندنس بين التخزين والاتجاه. مين أحسن تخزن النص العربي؟ النص العربي طبعاً إحنا متفقين إنه النص العربي بشكل ما مشكله بده يكون بالنسبة للنص اللاتيني. شيخ على هاي العملية الدايركشناليتي، هل أنت بتعالجها في الأول ولا بتعالجها في الآخر؟ يمكن هاي أنا مناسبة أحكي عن الفكرة اللي أنتوا حكيتوها، إنه إحنا النص العربي ممكن نأخذ خصائصه إما عن طريق الكودينج أحياناً، أو نأخذ الخصائص هاي نفسها عن طريق البروسيسينج. خلينا نحكي شو اللي بقصده بهذا الكلام. إحنا ممكن نيجي نحكي على إنه اللام لها أربعة مثلاً ثلاثة أو أربعة شيبس، والكود تبعهم رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة، ولما يظهروا على السكرين ليس هنالك ما تعمله مطلق، أنت بتحكي بس أي مظهر يجب أن يظهر، أوكي؟ وتنتهي العملية. أو نقدر نيجي نحكي اللام لها فقط كود واحد، لها فقط كود واحد، وما يتم أثناء الكتابة هو processing using the computational power. أنا حابب أحكي إنه بعرفش توافقون الرأي، استخدام أكثر من كود، استخدام أكثر من كود للحرف الواحد سيؤدي في النهاية إلى زيادة الاستورج. معقول هاي العبارة؟ كيفورديك يعني بجوز هذه لزيادة الاستورج، في حين إنه البروسيسينج، استخدام البروسيسينج للقيام بهذه المهمة راح يؤدي إلى زيادة البروسيسينج. وإحنا دائما نعرف إنه في كومبرومايز بينهم الاثنتين، مش هيك؟ اللي يسموه تايم سبيس تريد أوف. هلا أنتم بتحكوا طبعا مين أحسن؟ أنا بعرفش مين أحسن. شو رأيكم؟ مين أحسن؟ السوليوشن الثاني. ليش؟ لأن الكمبيوتر لما يعني يختار لك الحرف اللي أنت بدك إياه أو شكل الحرف. مثلا أنا شايف فكرتك إنه طبعا في كل الأحوال الكمبيوتر بيختار لك اللي بدك إياه، بس ليش اختيار الكمبيوتر اللي بدك إياه أنت أحسن إنك تختاره أنت لمرة واحدة وتثبته؟ عشان مش كل مرة، يعني أنا فكرتي كالتالي، مظبوط أول ما تكتب سلام فبتختار الحرف هذا كما يجب، بتختار الحرف هذا كما يجب، جزء الكمبيوتر يساعدك، وهذا كما يجب وهذا كما يجب، بس لما تكتبهم بالكود المختلف تبعهم، تكتبهم السين كما هي واللام كما هي هيك، سوري، والالف كما هي والميم كنهايه الحرف، والمره الجايه لما تيجي تسترجعهم كما هم، ما في داعي للبروسيسنج، تعمل البروسيسنج كمان مره. الطريقه اللي انت بتحكيها انه خزنهم كايش؟ خزنهم كسين ولام ألف وميم، وكل ما تيجي تعملهم تستير اعملهم بروسيسينج، اوكي؟ هاي بجوز تكون في تقديري انا شوي مكلفه للبروسيسينج، بس احنا بنحكي يعني البروسيسينج احسن لانه بتتعامل بالطريقه الثانيه بالكيبورد في 500 كي بالضبط. لا ما هو مش شرط الكيبورد، ممكن اوكي يعني ثلاثة جيده مضبوطه زي الهمزه مش هيك؟ مثلا كيف بدي ادخلهم من اللام هاي ولا اللام هاي؟ هو الكيبورد بياخذ انا فاهم عليك، يعني تصير بدك تصير كانه زي الهمزه اللي فوق والهمزه اللي تحت اللي موجودات على الكيبورد، فبتزيد الكيبورد. على كل اللي زدنا الكيبورد كثير، ما في عندنا اللغه الصينيه فيها الكيبورد تبعها ممكن يكون ضخم، فمش قضيه يعني بجوز تكون حاسمه في الموضوع، بس انا معك انا بايدك، بس انا بقدر احل المشكله بطريقه سهله، بحكي لك انه خلي الكمبيوتر يراجع لك انا الحكي أول مرة بتعملهم، بس مش كل مرة ما تعملهم ديسبلاي، يعني الحالة الوسط إنه مش كل ما تعملهم ديسبلاي رد الكمبيوتر يتدخل. يعني معي أنت إذا خزنتهم بهي الطريقة كل ما تعملهم ديسبلاي ورا بعض الكمبيوتر بده يتدخل. أما إذا عملتهم بهي الطريقة مرة واحدة بتعملهم وبتخزنهم. فهي المشكلة بدك تحلها بهي الطريقة، بس أنا رأيي في مشكلة كثير أعوص، أنا بالنسبة لي في مشاكل كثير أعوص من هيك. إنه وجود أكثر من كود للحرف ممكن خلقت مشاكل في الـ في السورتينج وفي السيرتشينج و كل واحد له كود، كل مكان له كود. في البي دي اف شيء خاص، لانه البي دي اف ليس الكود مش بس الكاركتر، الكود للليجرز اللي حكيت لكم عنهم، مجموعه الاحرف حتى مع بعض لهم كود، عشان هيك في مشاكل حقيقيه. والسيرش المنيح في البي دي اف هو بيرجع الحرف لاصله، بيرجع بيعرف انه هذا الحرف المكون من مجموعه احرف، هو في الحقيقه مجموعة أحرف، وبالتالي لما تعمل سيرش
تعمل على الحصد وليس على الشيء المخزن كما هو مخزن في فيو هاف تو بي فيري كيرفول. فانا لو سالتوني انا رايي بيكون انه لا يعني بطريقه واحده خزنهم، وكمان مش بس هيك ببطل الفونت له تاثير، بتعرف انه الاشكال هاي تتاثر بالفونت كمان، فببطل الفونت له تاثير. انت ما جاوبتنيش طبعا على السؤال انه كيف اخزنهم شمال يمين يمين شمال. انا رايي مش كثير بتفرق معنا خزنتهم شمال يمين يمين شمال، المهم يكون في عندك كونفنشن، تعرف ان النص المخزن عندك هو دائما مخزن معاكس اذا كان عربي، ومخزن بالاتجاه الصحيح اذا كان انجليزي، او العكس دائما مخزن عكس اذا كان انسون اند سو فورث. فهي عمليه. بس احيانا طبعا المشكله شباب عوض اذا حاولت تعمل النص العربي الانجليزي اللي هو البايلينجوال او مالتي لينجوال النص، عمره حد منكم واجهته مشكله في انا دائما تواجهني مشكله، دائما تواجهك مشاكل لما تبدا تدمج عربي مع انجليزي في النص الواحد، اتجاه هيك اتجاه هيك، بتعمل الاينمنت بيجوك كلهم كذا، فاحيانا بتعطيك اشكاليه. يعني اكيد ما حدا منكم دائما بتعملوا اكسبيرمنتيشن بارادتكم او غصب عنكم انه شو بصير معك لو غيرت الكودينج لنص معين، تتخربش الصوره مظبوط. كيبورد، انتوا اوريدي حكيتوا عن الكيبورد، انتوا كنتوا زعلانين عن الكيبورد يكون فيه 500، بس عمركم ما فهمتوا ليش الكيبورد فيه لام الف ولام الف من هذا النوع زي هدول، ليش هدول موجودات؟ كيف؟ انا رايي سهل على الكمبيوتر، مش سهل عليك انت، بس الكمبيوتر الكمبيوتر متريح دائما، متريح الكمبيوتر دون توري عليه. انا رايي انه بجوز هي اجت من زمان التايب رايتر، شو رايكم؟ ولا لها سبب، انا شايف انها لها سبب لازم تكون لام الف موجوده لحالها او لام ابصر. ليش؟ طب ليش مش ال ورا بعضهم؟ احنا بنستخدمها بشكل مكثف، بتطلعوا على العدد الاحرف اللي بيجوا مع بعض دائما كثير. بس انا بعتقد في زمان التايب رايتر اللام الف مع بعضهم كانوا يجوا غير عن اللام وراها الف، فما كانش ممكن يكتبهم الا اذا بدك ترجع التايب رايتر. فلما ورثوا الناس الكيبورد من التايب رايتر حكوا لك خلينا نخلي الكمبيوتر زيه زي التايب رايتر. تيالي هيك، ما يعني انا احيانا ما بشوفش في سبب، خاصه اذا بتعرفوا طبعا انتوا هذا لا يمثل كود حقيقي في داخل الكمبيوتر ولا يمثل، يعني بعد ما تكتب انت لام الف بهي الطريقه تقدر ترجع وتقيم الهمزه هاي. اوكي، وما بشكي الكمبيوتر، ما بقول لك يا بتقيمهم مع بعض يا اما شيء زي. اوكي، سو ذس از فيري امبورتنت. اي ويل موف. طبعا شباب انا بديش احكي لكم، ذس از توبيك اللي انا ما بحبش احكي عنه كثير لانه يكاد يكون مفهوم تماما بالنسبه لنا. مورفولوجي للعربي از كوايت يعني انترستنج. مقصود بالفورمولوجي بالمورفولوجي هي اشتقاقات، مش هيك؟ انه كيف انت بتشتق الكلمات العربيه. مظبوط، احنا بريفكس سافكس وانفكس في عنا للنص العربي. كتب ايش بديك؟ يكتب، كتبت، كاتب، وبعدين بنزينا كتاب، مش هيك؟ في كل الاماكن. و مكتوب هون تمبلاتيك، معي انتو اسم الفاعل هو عبارة عن ثلاث أحرف إياهم ويأتي شيء فاعل، هو أصلاً كلمة فاعل هي تمبليت، مش هيك؟ فاعل فاعل، نعم اللي هي أوكي. وبعدين كمان هاي بتعرف شباب الفانكشن أحياناً it holds a meaning لها، مش هيك؟ لما تيجي تحكي كاتب للشخص العربي، كاتب بتعني هو الشخص اللي بيكتب، زي ما هو قاتل الشخص اللي بيقتل، وزي كذا 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 كذا. اوكي، ف واذا كتبت كتب او كتب، لا كتب بجوز مش منيحه، بس يعني قتل مثلا، لا قصدي انا احكي عن الكلمه اللي بتفيد المبالغه في عمل الشيء. اذا حطيت تشديد على الحرف الوسط على عين الفعل فهي معناها انك انت عمالك تكثر من العمليه. طبعا حدا بيحكي ما هي كل اللغات فيها هيك، بعرفش انا كل اللغات فيها هيك ولا لا، بس مثلا احنا في عنا الجندر في الكلمات، قالت وقال، و مثلا في اللغه الانجليزيه فيش هذا المفهوم، مش هيك؟
اوكي بيجيك هي وشي بس بعد هيك تستقر الامور. هذا هل هو وحيد في العربي انه استخدام مثلا تاثير الجنس المتكلم على شيء زي هيك؟ لا اه انا بعرف فرنسي واسباني، انا بعرف عبراني مثلا فيها شيء فرنسي اكثر. حتى في بعض اللغات انا بعرف، بجوز بعض اللغات المتحدث نفسه ببين انه في مين ولا مين ولا لا. احنا مثلا في العربي فيش عندنا ببين، انت ما بتحكي ما بتحكي البنت احنا عندنا انا ساسافر ولا شيء ساسافر، كلها زي بعض. انا مسافر عارف انا ايش بحكي مسافر. بس في لغات بتحكي لك انا مثلا انا سافرت، ولكن مميز اللي بيحكي انا سافرت هو ميل ولا في ميل. احنا بنحكي موصلي كونكاتينيتيف. طبعا انا بنستغل الفرصه، هذا ليس له علاقه بالجزء من المورفولوجي، اللغه العربيه تو ماتش كونكاتينيتيف. احنا ليس فقط كونكاتينيتيف للمورفولوجي بس احنا احيانا معنا كونكاتينيشن لاشياء ليست من الكلمه نفسها. شو رايكم؟ احنا مثلا حرف الباء اللي هو حرف الجر مثلا يتصل بالكلمه اللي بعده. الواو شو رايكم؟ واو العطف تتصل مع اللي بعدها ولا لا؟ تتصل، غالبيه الناس يكتبوها وكانها موصوله. الاس مع اللي بعدها الواو. لا ما ليه؟ واو العطف. جاء محمد وحسن. واو مع محمد، مع حسن محمد، حمد وحسن. يمكن اكثر الاخطاء انا بسميها الاملائيه اللي بيكتبوا بالعربي لما بيطبعوا انه الواو في العطف بحطوهاش مع الكلمه. بخلوا وسع بينهم؟ بخلوا وسع. غلط نحويا، يعني غلط من ناحيه اساليب الكتابه. بس انا لو سمح انه كل الناس مثلا كشخص بيعالج بالكمبيوتر، لو سمح انه كل الناس يصير يكتبوا الواو ورا بعض، لانه بتعرفوا انا عشان اميز الكلمه الحقيقيه لازمني اعرف ان الواو هاي واو عطف ولا لما تيجي تكتب لي وائل، هل الواو الاولى هي واو عطف ولا واو جزء من الكلمه اصليه ولا لا؟ تفضل. معقول يعني انا مظبوط، بس انا رايي انا المسج اللي بحاول اوصلها انه يعني اللغات شغلتين. اللغات انا كنت بدي احكي عن كونكاتينيتيف نيتشر مثلا، انه اللغه العربيه هاي بتؤدي لمشاكل، بتؤدي لمشاكل. انا بالنسبه لي هاي بتؤدي لمشاكل، لانه كيف تستطيع استخلاص الكلمه؟ انا عارف في انها مشكله ما يسمى توكنايزيشن، كيف تطلع تاخذ سلسله من الاحرف اللي ورا بعضهم وتطلع منهم الشيء اللي بدك اياه. اوكي استنطقه مثلا، تيجي تحكي استنطقه، هاي عباره عن ايش؟ هي عباره عن جمله كامله ولا لا؟ جرب ترجمها للغه الاجنبيه بتطلع جمله كامله، وين المبتدا وين الفعل وين الخبر و و و بدك تطلعهم عشان تزبط معك. في الانجليزي بتقول لك انه يعني ايش كل واحد على 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 جهه. بس لانه احنا بنعرف انجليزي احيانا وي تند تو ليميت اور سيلز بهي الطريقه. اللي منكم بيعرف الماني كارثه، الالماني في هذا المجال. الماني بحط لك يعني انه اذا اذن العمل المؤقت، اذن العمل المؤقت هو كلمه واحده. اوكي خلص جمعهم كل الكلمه، فبصفي عندك الكلمه بدل ما هي مثلا 4 5 7 8 10 احرف كم اطول كلمه بالعربي لكم؟ اطول كلمه بالعربي احنا بنعرفها الكهرومغناطيسيه. بدي 16 حرف يمكن او شيء زي هيك. في الالماني سهل انك تجيب كلمات مثلا 22 حرف و23 حرف و26 حرف. ليش؟ ليست كلمات بيني وبينكم بس هي ليست كلمات حقيقيه. يعني انت اللي بتطلع على اساس بيعرف انه لو قصيتها هون لو قصيتها هون لو قصيتها هون. مدير الشركه هو ليس مدير الشركه بالضروره اسم واحد، هو مدير الشركه ولكن ما بحطوهم مع بعض، فيبدو وكانه الامر يعني. ف مش لازم نزعل احنا حتى بالانجليزي اذا بدكم. unprecedented precedented معناها مسبوق. طب ليش اجوا حطوا الـ unprecedented؟
امامها عشان يخلقوا كلمه غير مسبوق. بينما لو حكوا not precedented لا اضحت كلمه ثانيه not. ليش حكوا الان مع بعضها؟ احنا متفقين انه اصلا ما حكوا اول شيء الجرامر ولا شافوا الكمبيوتر شو بده وبعدين قرروا انه كيف نكتب وما يعني بدات الامور. بعدين سوري انا نسيت اكتب احكي شيء ثاني، بس كمان انه بالعربي كمان في عندك الزوج مثنى. هاي مثنى انا بصراحه ما شفتهاش في اماكن في اللغات. بعرف في حدا بيعرف لغه فيها مثنى مثلا او شيء زي هيك؟ انا ما شفتش لغه، ما سمعتش بلغه مثلا فيها المثنى، بس انترستنج. يعني مره في حدا كان يحكي في الفلسفه كان يحكي لي ان رقم 2 رقم انترستنج، رقم 1 انترستنج، ورقم 2 انترستنج، وبعد هيك هلا الانجليزي عندنا مثلا بيقول 2 is a company، يعني 2 مع بعض وما بيسلوا بعض، but 3 is ايش؟ 3 is a crowd. 3 هي عباره مجموعه كبيره، بجوز ماخوذه هاي من ال باي ذا واي. ايش انترستنج؟ بس احنا مثلا انا حكيت لكم عن قصه الارقام كيف تنقرا بالعربي. الارقام كيف تنقرا بالعربي is a little bit odd، مش odd بس يعني interesting. كيف تقرا مثلا سنه 1900 وايش انت مواليد القرن الماضي كلكم؟ ها السنه اللي ولدت فيها كيف تقراها انت؟ 1990. مش ما يحكوش اي واحد يقول سنه 90 ما يحكي. لا اكبر من سنه 90. 89. اوكي عجيب كيف مشى 1900 وبعدين راح 9 اللي في الاخر ورجع ل 80. طيب ليش هيك؟ ليش يا كمان؟ سوري انا كمان بعمل هيك، بس انا مش فاهم ليش احنا بنحكي 1524 دينار مش 1520 و4 دينار، ليش ذاك؟ مش حلوه. هاي مثلا من الاشياء الانترستنج انه مثلا في الالمانيه نفس الطريقه وهم مش عارفين يفسروا ليش هيك بتحصلوا. طب ليش هيك بتعملوا؟ زي ما احنا زي ما سالتكم ليش هيك بتعملوا؟ يعني هيك بترجع بصل اللغه ليش لا لا يعني شو علاقتها؟ ليش لما علمونا مثلا علمونا ان لازم تحكي 24 و500 و1000؟ ليش؟ بقولوا نحكوا لكم مش انتم؟ شكلهم ناسين يحكوا لك انت. احنا هيك كانوا يعلمونا 89 و900 و1000 هكذا يجب ان يقرا الرقم العربي، هيك لازم يقرا الرقم العربي. هلا كيف احنا اجتهدنا وقررنا انه 1989 وليس باتجاه هذا؟ مظبوط. انا مش عمالي بعترض، انا بحكي طب انت ما كنتش مفكر في الموضوع لما حكيت هيك. انت مش في عندك تفسير ليش حكيت هيك، انت بس حكيت انه طيب انا بحكي لك انه انترستنج كيف انت بتحكي. انا مثلا شايفها انترستنج ليش قفزت على التسعه قبل الثمانيه؟ انا لو بدك رايي الشخصي المفروض الواحد يحكي الشيء المهم فالاقل اهميه فالاقل اهميه فالاقل اهميه، التسعه اقلهم اهميه. 1940 ولا لا؟ لأنها أقل أهمية، لأنك لو كنت مولود سنة 1979 كان وضعك كان أسوأ بكثير من هيك. لأنما لو كنت مولود سنة 88 كانش في مشكلة كبيرة. أوكي؟ بمعنى آخر يعني قصدي أحكي لك إذا بتغلط في الرقم في رقم التسعة أعوص منه بكثير إنك تغلط في الثمانية. مش هيك؟ بعشرات، أعوص منه بكثير تغلط في اللي قبلها أند سو أون أند سو فورث. بهذا المعنى اوكي على كل هذا طبعا انا بديش اركز عليه لانه احنا اكشلي كان هون في مثال فيري انترستينج عن اللحم والملحمه والعلاقه بينهم كيف بيجوا يعني، بس ولكن يعني انا قررت انه طبعا شباب احنا تقسيم تذكروا احنا حكينا المره اللي فاتت عن قصه التاجينج و part of speech tagging. كلمات في اللغة العربية ممكن تكون أنواع كثيرة، ودير بالك إنه هذول تبهولهم هذول أنواع الجموع مثلاً بالعربي كمان قضية حقيقية بالنسبة لنا إحنا. الجمع مذكر سالم مؤنث سالم شيء زي هيك. تكسير طبعاً هذا اللي بخربش الدنيا، تكسير كمان. أوكي
صيغ الماضي الحاضر الامر واختلافه عن اختلافهم عن بعضهم. اللازم المتعدي عندنا بال اوكي الواو اللي ذكر واو والدا سنجل ليترز كيف بيجوا كيف وضعهم هذول بيعملوا مشاكل. This is an interesting problem. هلا بجوز برجع لها انا هاي. تفي عندك اسم في النص في مكان ما اوكي وللمكتبات كم كلمه هذول بالكم ولي هل التعريف and for the libraries مش هيك or for and for the libraries okay so this is طبعا انا لو بدي تحكوا لي شو ليش جايبنا هذا المثال او وكبيوتنا and light our houses انا فكرتي هون لو بدك ترجم هاي الكلمه شو بدك تعمل عشان تترجم هاي الكلمه لازم مش هيك لازم تجزئها ولازم تطلع منها اشياء كيف بتجزئها هلا بورجيكم ابروش لكيف بتجزئها بس يعني this is a little bit of a problem this is a okay كلهم وصفهم نفسه كم كيس في عندك كثار مظبوط تكتب تكتب طبعا لما احكيها بتصير ديفيس ذا بيربوس تكتب ولا تكتب ولا اوكي وجد حتى اسوا هون وجد واضح انه هون ليش جايب هذا المثال وجد وجد لا ما هو وجد هي فاوند وجد هي اند جراند فادر مظبوط كاتب سوري كاتب وكاتب تو كورسبوند هاي طبعا ما بديش احكي عنها لانه اوريدي انا اشرت لها هلا نسبيا شباب نسبيا اللي بيطلع على العربي يعني احنا طلعنا على العربي بمختلف انواع يعني لو جيت مثلا شو رايكم كم قراءه تحتمل الكلمه الواحده في اللغه العربيه از اوبوز كم قراءه تحتمل الكلمه الواحده في اللغه الانجليزيه شو رايكم مين اكثر العربي العربي اكثر فعشان هيك اللي على السلايد اللي قبل كان في ميجرز لهذه العمليه يعني في ميجرز لهذه العمليه اللي بتحكي انه العربي وضعه متوسط طول بالرغم من اللي حكيته انا عن انه العربي الكتابه بالعربي مور ايكونوميكال كتاب بالعربي مور ايكونوميكال اوكي ولكن لو سالت انا عن طول الكلمه العربيه اخذا بعين الاعتبار ان الكلمه هي عباره عن سيكونس اوف كاركترز بين سبيسز ستجد انه الكلمه العربيه بالمجمل اطول من الكلمه مثلا اللغه الانجليزيه مع التحفظ على استخدام كلمة كلمة بهذا المعنى ولكن سيكونس أطول بالمجمل أو حدا ممكن يحكي لنا إنه العربي is more sparse بشكل عام تتفقوا معي شباب كمان إذا طالت الكلمة طالت الكلمة عدد الكلمات المختلفة في النص الواحد راح يزيد شو رأيكم في هذه المقولة كل ما كان متوسط طول الكلمة أكثر كل ما كان عدد الكلمات المختلفة في نص ضخم أكبر لأن احتمالات الكلمة الواحدة احتمالات الكلمة الواحدة أكثر أوكي هاي المثال الصحيح شباب كنت احكي لكم عنه انا وبتامل انه يعني تستفيدوا منه في المستقبل الايام هاي لما صارت عندنا نصوص كثير على الانترنت بحاجه احنا نعرف انه هل النص عربي ولا مش عربي واحنا حكينا ان النص العربي اذا بدك الحرف العربي بتقدر تكتب فيه عدد جيد من اللغات
وبالتالي لازمك تنتبه كيف تميز النص العربي من النص المش عربي. طبعا يعني هناك طرق مختلفة، حاولنا بطرق مختلفة. أحد الطرق مثلا أنك تشوف الكاركترز اللي مش موجودة في العربي، يعني مثلا إذا تروح على باكستان في عندنا حرف البي بي بثلاث نقاط تحت أو إشي زي هيك كانت تعمل، هذول طبعا إنهم كودز. So you could try for these characters. أوكي. أو إحنا زي ما حكيت لكم الطريقة اللي إحنا استخدمناها هي أنك تعمل spell checking، تأخذ النص وتشوف عدد الأخطاء الموجودة فيه بمصحح باللغة العربية. إذا كان عدد الأخطاء كبير فهو نص غير عربي، وإذا كان كبير طبعاً تواجه مشكلة إذا كان النص فيه مجموعة كبيرة من الكلمات الأجنبية، كلمات الأجنبية إنجليزي مثلاً، but we can always delete هاي الكلمات. تفضل. هم بعطوا نفس الشكل، شكل الحرف بعطوه الكود، ولا مثلا الألف بالعربي إلى الكود بالألف باللغة الثانية إلى الكود الثاني. Good question. يعني سؤال جيد. شكلها depends على الكودينج. بعرف شو بتعرف الكودس القديمة they used to be very tight. لا شوي هون الكودس القديمة لما كان على زمان الأسكي الناس يستخدمه كان في عندك 128 كاركترز، محتاج الإنجليزي محتاج الجزء الـ 128 الأولى، 128 الثانية you have to store فيهم كل الكاركترز اللي بدك تستخدمهم. فاحتمال إنه في الشركات كانت مغرية إنها تستخدم نفس الكاركترز للغة المحددة، اللغة المحددة بالألفابيت المحدد. أوكي؟ زي ما هم مثلا شو رأيكم أنتوا مثلا الأحرف اللاتينية، هل الـ A بالألماني هي نفس الكود تبع الـ A بالإنجليزي ولا لا؟ تقديركم يعني تقدير زي بتجوز يعني نحكي مفروض، فاحتمال من الجيد إنه يكون هذا الشيء، من الجيد إنه يكون هذا الشيء موجود. هلا طبعاً لما كان صار في عنا الأيام هاي كاركترز كثيرة لما الناس استخدموا شيء يونيكود وما إليها صفى بإمكانهم يعملوا الشيء اللي تفضلت به. بس أنا تقديري، متواضع، حتى لو استخدمت شيء من هذا النوع منيح انك تحافظ على اماكن الاحرف المتشابهه في نفس المكان. عش فاهمين على شو بقصد بهذا المعنى؟ يعني اذا كانت الـ A في الاسكي رقمها بتقدرش رقم ايه بس 41 او شيء، اذا كانت الـ A في الاسكي رقم 41 فمن الجيد انه الـ A في الالماني وفي الدنماركي و و و, و حافظ على 41 هذول، واي تغيير للغه يجي في مكان اخر. يعني بحيث انه اذا عملت ماسكينج على هذه المنطقه ترجع الاي كما هي كانت اي، لانه بتساعدك في شغلات كثير، بتساعدك في الاسماء، بتساعدك في كذا كذا كذا. ولكن انا ما عنديش معرفه دائمه انه بالضروره انه هذا الحكي يجب ان يكون، ممكن ما يكونش هيك، لانه زياده عدد الاحرف. هل مثلا الفرنسيه نفس الاحرف فيها؟ زي الإنجليزي. حركات. بس مثلا الألمان بيستخدموا مثلا أنا بعرف عشان بعرف ألماني شوي، الألمان بيستخدموا مثلا الأوملاوتس اللي بيسموهم اللي عليهم النقاط هذول زي هيك يعني مش زي هيك، فهي بحطهم كأحرف مستقلة. نعم؟ فبحطهم كأحرف مستقلة وبالتالي اذا سو اذا تطلع على هذا الموضوع يو هاف تو بي كيرفول. هلا السنتنس ستراكشر شباب بتعرفوا العربي كمان السنتنس ستراكشر في شوي فيها اشكاليات مش اشكاليات بس يعني اتليست انترستينج. كتب لاولاده الاشعار اوكي مش هيك بالانجليزي، بدك تقراها بالانجليزي بدك تشوفها ايش ترجمة هيها. وهي مش موجودة مش هيك؟ لأولاده شعراء. احنا فيش عندنا فكرة كلمة توبي بشكل عام، احنا نعرف ان الجملة عندنا ممكن تكون اسمية تماما، اوكي؟ بدك ترجم الجملة الاسمية العربية لجملة أجنبية مثلا بدك يكون عندك رؤية لأنه في مكان ما موجود الفعل توبي ولا لا؟ لازم يكون موجود عندك الفعل to be. اوكي. Verbal sentences كمان
معي انتم موافقين كمان ان احيانا ترتيب الكلمات احنا عندنا مش 100% ثابت، عاده الفعل الفاعل المفعول به مش هيك البوسيسيف الاسامي، ولكن هل ممكن نغير هذا الترتيب؟ ممكن نغير هذا الترتيب، ما فيش عندنا مشكله كبيره. اذا غيرنا الترتيب هذا نلجا لايش؟ للحركات، للتشكيل، لازم التشكيل يكون واضح، فبالتالي ممكن نعمل شيء من هذا النوع. وطبعا في احنا في عندنا الباسيف على الكمبيوتيشنال ريسورسز، يعني على الاقل للتعامل مع اللغه العربيه حجم الريسورسز مش سيء الايام هاي، صار زمان كان اقل بكثير. طبعا المشكله في الريسورسز الموجوده للعربي لازمها تكون منيحه ولازمها تكون افيلبل كمان افيلبل. هلا هاي موجوده عندكم شباب بعض الشغلات، مثلا AFP وكاله الانباء الفرنسيه عملها بتعرض الاشياء اللي عندها اوبن، بتحكي لك انه هاي انا في عندي كميه هائله من النصوص، بتحب تطلع عليهم تطلع عليهم. في ناس كثير اخرين ما في عندهم هاي الرغبه انهم يفتحوا الملفات تبعاتهم، زي ما بتشوفوا انتم الجرايد مثلا، هل الجرايد كلها مفتوحه ملفاتها على طول الوقت ولا لا؟ بعض الجرايد بتفتحهم بعض الجرايد ما بتفتحهم. ففي عندنا هاي المصادر هي خاصه لها علاقه بالاخبار، نيوز وايرز. طبعا هذا الحكي السلايدز نسبيا قديمه هذول، بس انا الايام هاي بشوف انه من احسن المصادر في عن اللغه العربيه هو الويكيبيديا العربيه. كميه المعلومات الموجوده في الويكيبيديا العربيه لا باس بها مقارنه باللغات، باللغه الجزيره مثلا هلا صفت من الاماكن الجيده. اوكي، والشرق مكتوب الشرق الاوسط، جريده الشرق الاوسط نحن اشتغلنا اكستنسيفلي مع الشرق الاوسط، الويكيبيديا، جرائد القدس والايام هون وهلم جرى. ولكن يعني مقارنه اذا بتقارنهم مثلا بحجم الريسورسز الموجوده للغات الاخرى لسه في عندنا مشكله. انا بقترح عليكم تطلعوا على عناصر، مثلا حدا يطلع قديش دائما في على الويكيبيديا سايت الستاتستكس على عدد الارتكلز الموجوده في كل اللغات الحيه، راح تشوف انه هنالك بعض الاشكاليات، هنالك اشكاليات حقيقيه في حجم الماده الموجوده باللغه العربيه. طبعا مش دائما المشكله هي فقط في الحجم، احيانا كثير بتكون مشكله ايضا في الكواليتي، هل هي عشان هيك في ناس كثير مهتمين بقضايا متشعبه في هذا المجال، ناس كثير بفكروا انه it may be hopeless انه الواحد يضل يحاول يحط الويكيبيديا بالعربي من الاصل، ناس كثير بيحاولوا يحكوا انه ليش ما نترجم الويكيبيديا الموجوده باللغات الاخرى. ولكن ويكيبيديا عمالة تتحول الى طبعا الايام هاي كمان هاي لازم احكيها انا في وجودكم انتم كمان مصادر جيده للبروسيسنج للغه الناتشرال لانجويج بروسيسنج هي السوشيال نتوركس الايام هاي. بس طبعا بالعربي انتم بتعرفوا مشاكل السوشيال نتوركس وعلاقتها مع اللغه الستاندرد، مش كل الناس بتكتبوا باللغه الستاندرد وبالتالي بتخلق اشكاليات. بس دكتور يعني السنة الجاية إذا بدك تعمل برزنتيشن لازم تجيب مشكلة جديدة باللغة العربية، استخدام الحروف الأرقام داخل الكلمة. لأنه بيستعملوا الحاء والعين والضاء لما بيكتبوا اكشولي في ناس بيشتغلوا على هاي الأشياء، وأنا بعرف يمكن في عندكم أنتم كل واحد في عنده ترانسليتر مش هيك؟ إذا بتعرفش أنت هاي الأرقام شو هي، أنا ما بعرفش حفظتهم هذول الأرقام. بس في روتين بسيطة بتحط فيها الأشياء هاي بتحول إياهم لنص عربي. في شيء زي هيك في على وين؟ على جوجل. وفي كمان بعرفش لحدا شاف بعرفش اذا شفتوا على جوجل شو بيعمل انتم، جوجل كمان بيعمل اذا بتدخل النص العربي باللغه الاجنبيه بتكتشف لك اياها مش هيك؟ عارفين الكل عن ايش بحكي؟ لا اذا بديت تطبع على إذا بديت تطبع على الكيبورد وأنت مش منتبه إنك ما عملتش سويتش العربي للإنجليزي. الشباب اللي كنت أشتغل أنا وياهم كمان عملوا إشي انترستينج إنه يساعدك على الحكي في الوورد مثلا. أنا دائما كان عندي أمنية إنه يكون عندي هذا الحكي موجود في الوورد، أنا بصفتي هيك ببدأ أطبع وبعدين بكتشف في نص الطباعة إنه انا اي فور ذات سويتش ذا لانجويج. للاسف اذا بتكون تطبع في وورد ما فيش عندك طريقه سهله انك تحول النص اللي كتبته انت من انجليزي لعربي، مثلا من عربي لانجليزي. في؟ لا انا شفته، بس اتس سو ستريت فورورد انك تعملها. على كل يعني خلينا انا امشي بسرعه لانه
بستخدم العشر دقائق 11 دقيقة الضائلة عشان أحكي لكم عن الأشياء اللي إحنا صرنا فترة بنشتغل عليها فيما له علاقة باللغة العربية. إحنا بنعتقد طبعاً أسبابنا ليش إحنا بدأنا نشتغل في هذا الموضوع إنه World Wide Web is quite large، ولكن الجانب العربي فيها مش كبير كثير. إحنا بنحكي على الأقل لما كتبوا هذول السلايدز كان نسبة المحتوى العربي 1% مقابل 5% العرب من البوبوليشن تبعت العالم. 1% يعني ما عنديش كواليفيكيشنز، انا بتوقع انه النص العربي. هلا وكيف كمان تقدر الواحد في المية هاي اذا بدكم، هذا موضوع شيق انا بالنسبة لي كيف تقدر الكمية بس يعني الكواليتي I'm not commenting on the quality. وكان كمان عندنا مشكلة ثانية انه إذا بتعالجش النص العربي بطريقة جيدة السيرش تبع الكلام رح يكون كاتاستروفي، رح يكون سيء. سيء بأحد الاتجاهين، إما إنه برجع لك إشي too much لما تعمل جوجل سيرش، السوق ممكن يتخذ طابعين، إما إنه الكويري يرجع لك أو السيستم يرجع لك too many responses، يعني بدل ما يعطيك 10 pages مهمات يروح يعطيك مثلاً 10 ملايين pages بعضهم مهم، أو العكس العملية العكسية يعني يكون في بيجز في غاية الأهمية وما يرجع لك شيء يعني. أوكي؟ فعشان هيك إحنا في عنا مشكلة. فreturning too little is not sufficient و returning too much is not useful. هلا أحيانا كثير في اللغة العربية أنت بدك تعمل كمان سيرش ليس فقط على الكلمة كما هي، يعني الشخص اللي يفتش على مدرسة فلان الفلاني ما أظنش هو قاصد بس فتش لي عليها بالصيغة اللي أنا دخلت لك إياها، بس ممكن هو يكون مهتم في أشياء لها علاقة بالدراسة، وبالتالي قد يكون من المهم أنك تأخذ هذا الحكي بعين الاعتبار. هلا شباب إحنا لما حاولنا نشتغل بهذا الاتجاه سمينا ما يسمى الأرابيك كوربوس. بيسك الأرابيك كوربوس هو عبارة عن تجميع للنصوص العربية الموجودة على الإنترنت، سواء جرائد أو سواها. أوكي؟ هاي زي ما أنتم شايفين إحنا حكينا عن الشرق الأوسط ولكن مسألة أخرى. هاي كمية الشغل اللي كانت موجودة عندنا لما بدينا عملنا الريبورت هذا، كان في عنا 1.2 جيجابايت of storage. هاي عدد الكلمات اللي كنا مشتغلين عليها 32 مليون and so on and so forth. عدد الدوكيومنت 60,000 دوكيومنت. هلا of course we have much more، ولكن هاي كانت ال هلا طلعوا الشباب شو عملنا. احنا عملنا قوائم بالكلمات ككلمات منفردة وكلمات مزدوجة. كيف يعني كلمات مزدوجة؟ pairs of words و triples of words. اوكي؟ هلا احنا كان لدينا الرغبة في انه نطلع على مجموعة عوامل، انه الكوربوس هذا ما نخليه كوربوس عام لكل الشغلات، ولكن ايضا نقسمه الى topical corpora، يعني يكون في عنا مثلاً كوربوس للفيزياء وكوربوس للإلكتريكال إنجينيرينج، كمان لازم يكون مالتي سورس، يكون في بوكس وجيرنالز ومالتي ريجينال. إحنا طبعاً مهتمين بالستاندرد العربيك، بس إحنا حابين كمان يكون عنا نصوص من المغرب ونصوص من المشرق، لأنه على الأقل الدكتور مصطفى بيحكي وأنا شفت هذا الحكي، لما تروح إذا رحت على المغرب بتشوف انه استخدامهم للكلمات بيختلف كثير عن استخدامنا للكلمات. اوكي؟ هلا احنا كمان حاولنا نعمل شغلتين، حاولنا نجمع الداتا على شكل تيبلز، ولكن نخلي الداتا الاصليه موجوده so that if we are going to give the user back some information about the original data الموجوده عنده. هلا احد الشغلات اللي كنا فكرنا فيها كثير هي ما يسمى بالعربيك ستوب ووردز، كلمات اللغه العربيه المتكرره. ليش اذا بدك تفتش عليها شو معنى الكلمه هو او هي و وما اليها. فاحنا اخذنا اجينا حكينا ان الستوب ووردز باللغه العربيه المفروض تكون البريبوزيشنز البروناونز، بعدين جينا حكينا شيء غريب شوي، حكينا انه خلينا ناخذ الانجليش ستوب ووردز ونترجمهم. ناخذ الانجليش ستوب ووردز ونترجمهم ونضيفهم. هذا الحكي كله اعطانا 1065 ستوب ووردز في اللغه العربيه.
للغة الإنجليزية تقريبا الناس بيحكوا إنه بجوز عندهم حوالي 300 stop words. للغة العربية الوضع اللي فيها بعرفش أحسن أو أسوأ، بس يعني هاي هي. والسبب طبعا إنه مورفولوجي بالإنجليزي بجوز عندك ذات is a stop word، بس بالعربي الذي والتي والذين والذين وإلى آخره these are going to be stop words. هلا شباب استخدمنا هاي الستركتشرز، استخدمنا هاي الستركتشرز عشان نعمل اليوتيليتيز التالية. اولا عملنا شيء بنسميه احنا Arabic language detection، كيف تعرف النص الموجود عندك هل هو نص عربي او سواء. ثانيا كيف تعمل Arabic automatic categorizer، كيف تيجي تطلع على النص العربي وتحكي هذا النص هو في مجال الفيزياء او في مجال ديانات او في Arabic query life suggestion. لما تبدا تطبع انت لما تبدا تطبع انت كمان لا شو يعطيك انه شو انت ناوي تطبع، خلينا نقول هيك تو سجست انه بالضبط يكمل، رغم انه كلمه تكمل شوي انا تو تراي تو موديفاي الكويري اللي انت بتعطي. اذا دخلت انا بدي يدرسه يعرف انك انت مش بس مهتم بيدرسه بس انت مهتم تدرسه ويدرسان و و و شيء زي هيك. هلا مكتوبه هاي كمان مره للاسف، بس يعني ذس از بس يمكن احنا كنا قاصدين فيها انه دبل كاتيجورايزيشن، يعني كان في عنا حابين نعمل الكاتيجورايزيشن احيانا على خطوتين، نعمل الكاتيجورايزيشن زي ما حكيت لكم المره اللي فاتت سبورتس، بعدين في داخل السبورتس نشوف انه هل بامكاننا نعمل كره قدم وكره سله وانجينيرنج الكتريكال انجينيرنج كمبيوتر انجينيرنج اند سو اون سو فور. وكان في عنا كمان شيء حاولنا نعمله اللي هو بيرسون نيمز يونيفيكيشن اند ترانسليشن، كيف نستطيع ان نعطي اليوزر ميكانيزم يستطيع بواسطته انه اما نساعده في تدخيل الاسماء بطريقه صحيحه او نساعده في ترجمتها بطريقه صحيحه او نصلح له الاسماء التي سبق ودخلت بطريقه خاطئه. اوكي، وهي كان في عندنا احد اهدافها كمان انه تسهل لنا السيرش. ايام هاي شباب اذا رحت بعرفش اذا بتستخدم ريتاج انتم بهذا المعنى، رحت دورت على ريتاج على اسم احمد موست لايكلي يرجع لك بس الناس اللي في اسمائهم احمد كما طبعته انت، ولن يرجع لك اسم احمد اللي مكتوب بطريقه مختلفه. اوكي، هلا هاي انا حكيت لكم عن هذا هاو دو وي لانجويج ديتكشن بيسكلي يوزينج سبيل تشيكر عشان نميز العربي عن البيرشن اور اردو. كاتيجورايزر كيف بيشتغل كاتيجورايزر بطريقه مش كثير معقده، احنا حاولنا نعمل مجموعه من الكلمات لكل كاتيجوري، اول شيء جبنا كاتيجوري واحده ثم كاتيجوري اخرى وما اليها، خلينا الكمبيوتر يطلع على النص في كل كاتيجوري اللي احنا حكينا له عنه، يعني جبنا مجموعه من المقالات وحكينا له انه هاي فيزياء، مجموعه اخرى من المقالات وحكينا له هاي ديانه، مجموعه اخرى من الكلمات حكينا له هاي سياسه وهاي سبورتس، حكينا له اطلع عليهم وشوف ما هي الكلمات المميزه لكل منهم، ما هي الكلمات المميزه لكل منهم. وفي المستقبل اذا اجاك نص جديد ارتكل جديد شوف الكلمات اللي فيه، شوف الكلمات اللي فيه اذا بدكم، وقارنها بكل واحد من هدول الكاتيجوريز وشوف انها هي اقرب على اي منهم. اذا طلعت اقرب على الريليجن فهي كاتيجورايز از ريليجن اند سو اون اند سو فورث. طبعا شباب للاسف العمليه اعقد مما تبدو، احيانا كثير بيجيك انه النص هذا هو سياسة واضحة، ولكن أحيانا كثيرة بيجيك إنه هذا النص 55% منه سياسة و 45% منه رياضة. أوكي، هون يعني تطرح أسئلة عليك إنه كيف بدك تعالج هذه القضية بطريقة أو بأخرى. أوكي، خلينا أروح سؤال من هذا النوع، حدا سأل سؤال من هذا النوع، ما هي التعددية؟
اوكي عن ايش بيسال بالضبط هو بالنسبه للسيستم عن ايش بيسال بالضبط هذا الشخص بده يسال عن التعدديه اذا رحت على جوجل وحكيت له طلع له كل بيج فيها ما كل بيج فيها هي probably you will get lost مش هيك عشان هيك انت من المهم انك تعمل بري بروسيسنج لهذا الكويري وتشوف ما هي الكلمات اللي بدك تطلع عليها بعناية في هذا المجال يمكن كلمة التعددية هي الكلمة المهمة طبعا جزء حدا منكم يحكي انه التعددية بمختلف اشكالها التعددية والتعدد والى اخره اوكي سو وي ترايد تو يوز سمثينج لايك ذس نزيح هاي الكلمات اللي احنا بنعتبرها ستوب ووردز ونكمل على اللي بعدها كويري اكسبانشن كويري اكسبانشن هي عبارة حدا يفتش على كلمة معينة واحنا بدل ما نفتش له على هذه الكلمه فقط على ايش نفتش احنا نفتش على الكلمات التي لها علاقه ايضا بهذه الكلمه كيف يمكن عمل ذلك طرق مختلفه كيف يمكن عمل ذلك ولكن احد الطرق البسيطه واللي ممكن تفسيرها خلال كلمتين ثلاث هي انه اولا بتروح الى مصدر الكلمه المدخله مصدر الكلمه المدخله وبعد ان تاتي بالمصدر بدك تستم بتشوف كل الكومبينيشنز الممكنه وعدد كبير من الكومبينيشنز ممكنه لهذا المصدر بتفتش عليهم كلهم وبترجعهم لليوزر بطريقه او باخرى هون كمان بعرفش اذا شيء اكيد انتم شفتوه احيانا بتبدا تطبع على الكويري انت في جوجل وهو بيبدا يحكي لك انه did you mean شوفوا هاي مش هتقصد مثلا الموضوع الفلاني هذا الابروتش اللي احنا حاولنا نعمله له هذه الخاصيه ولكن بيزد على الداتا اللي احنا جمعناها للغه العربيه هاي هنالك بعض الامثله اوكي طبعا هاي قضيه كبيره بالنسبه لنا كانت ولسه لا تزال تشكل لنا مشكله حاولنا نعمل كويرينج للبي دي اف فايلز وحكيت لكم انا واجهتنا مشكله كبيره انه البي دي اف فايلز ار نوت تكستوال فايلز هي ليست عباره عن تكست فايلز هل احنا بنعتقد انه قطعنا مسافه في التغلب على المشكله او على الاقل عرفنا شو المشكله المشكله ناجمه شكلها بشكل مكثف عن انه الفونت المكتوب فيه النص ليس موجودا مع النص البي دي اف لو كان الفونت المكتوب فيه نص موجود مع النص لامكن التعامل معه بسهوله وشكل هاي المشكله كاينه بالفايلات اللي قبل فتره معينه لما كانت تكتب بطريقه خاصه لم تعد المشكله موجوده في غالبيه البي دي اف فايلز اللي احنا بنواجههم حاليا ولكن this is something that we are still working on تذكر هذا الشيء اللي بتشوفوه انت في الحياه العمليه بيجيك النص من هذا النوع بتعمل كات اند بيست بيجيك شيء مختلف اوكي يا شباب بيسكلي هذا الشيء الموجود عندنا لحد هلا قبل ما نخلص بس دكتور تحكي لنا بس يعني كم من جمله عن المشروع اللي اعطتكم اياه جوجل بيسكلي المشروع اللي يعني بنشتغل مع جوجل عليه هو يعني بيجمع مجموعه من هاي الاشياء اللي انا حكيت لكم عنها بيسكلي كان هو عباره اسمه سويت اوف تولز فور بري بروسيسنج اوف عربي. يعني كانت الفكرة هي إنه how to use مجموعة التولز هاي بحيث تساعد محرك جوجل إنه يتعامل مع العربي بطريقة أحسن. يتعامل مع العربي بطريقة أحسن بالنسبة لنا هي إنه يعمل الشغلتين اللي حكيت لكم عنها قبل شوي. يحسن الكول ويحسن البريسيجن. يعني يكون في عنا كمية الداتا المرجعة جيدة وما يرجع لكش إشي أكثر بكثير مما مستمر سنتين لسنتين كان مفروض يكون لسنتين طبعا يعني شاركوا برضه الطلاب من نفسه هو الاساس غالبية الشغل هذا كل الشغل هذا في الاصل بدا على مشروع تخرج لطلاب في اي مكان it was very useful بعدها جوجل اهتموا بالموضوع وقرروا يدعمونا مش بس جوجل اهتموا كمان كنا ناس اخرين اهتموا طبعا في مشاكل طيب شكرا